ثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا سيد الدكتور وليد الديب، نقيب أطباء أسنان الإسكندرية، حبيبي وصاحبي وأستاذي وعشرة عمر. أول حاجة بحب أقول لك أنا بحبك جدا وبحترمك جدا، وحابب النهاردة أن أنا الفيديو ده، أنا آسف في الأول على الإطالة، هو عبارة عن ثلاث أجزاء وهحاول أخليه سريع جدا. الجزء الأولاني أعرفكم عن نفسي، أنا متأكد إن في الجروب كتير يعرفوني لأن هم دفعتي أو أكبر مني بدفعة وكلنا حبايب وأصحاب من اسكندرية من زمان. الجزء الثاني عايز أوجه رسالة خاصة جدا للدكتور وليد الديب وللسادة أحبائي زمايلي. والجزء الثالث تعليق صغير تسمحوا لي بيه بصدر رحب على إعلان الفنكوش. أنا اسمي دكتور حسام عاشور، أنا خريج جامعة اسكندرية سنة 87 بتقدير عام جيد جدا، السابع على الدفعة، وكان لي الشرف إن أنا تتلمست على يد المرحوم بإذن الله تعالى الدكتور محمد الشيخ، الأب الروحي لمنزل أوفيشال في الوطن العربي، وكنت نائب معاه، وعلى يد العباقرة، أخاف إن أنا أنسى منهم أحد ولكن أذكر على الخصوص الأستاذ الدكتور شريف صبري، الله يعطيه الصحة والعافية. قضيت ثلاث سنين كانوا مسار تغيير في حياتي، وبعدها نزل لي بوست ان انا مدرس مساعد اسكندريه، ونزلت سبت القصه لنصيب وتوجهت للعمل بالكويت، وبعد كده اتوجهت للعمل في بريطانيا، اشتغلت في جامعه ويلز مع بروفيسور مايك فوردي، هو راجل خبير جدا في المنزل فيشل سيرجري، اتدربت معاه وخدت زمالة كلية الجراحين الملكية بعد ما خدت الماجستير من اسكندرية سنة 93. كانت زمالة الكلية زمالة الـ FDS وليست الـ MFDS، اللي هي الزمالة اللي وقفوها في سنة 2000، دلوقتي بقت بتعطى بالشرف بس، وهذه الزمالة عدلت، تم معادلتها بالدكتوراه الأكاديمية في الكويت، وتم تعيين استشاري في الكويت من سنة 2000، يعني من 22 سنة. اتعلمت بفضل الله حاجات كتير جدا، وحاليا انا متخصص في الجرافت ليست سوليوشن اللي دربت على هذا الكلام في مالو كلينيك في البرتغال، في من اكبر مؤسسات طب الاسنان بتاعت بالو مالو، مخترع اولفور والجرافت ليست سوليوشن بصفه عامه. وكان ليا فرصه ان انا اتقابل مع عمالقه في طب الاسنان زي دكتور كارل مش، زي موريس سلامة وهنري سلامة، واستفدت من الناس دي كتير جدا في حياتي. ما اكتفتش بمجال في طب الأسنان، حصلت على ماجستير إدارة الأعمال MBA من جامعة ويلز في بريطانيا، وحصلت على ماستر NLP Practitioner من ريتشارد باندلر المؤسس للNLP البرمجة العصبية اللغوية، اللي فادتني كتير جدا في صياغة الحوار والكلام، اللي وظيفة مهمة جدا في التأثير على إقناع الأشخاص بما فيهم المرضى بما فيه مصلحتهم. ده باختصار أنا مين. ودكتورة أنوار زوجتي وشريكتي في سباركل دنتال، تعرفوا هي عن نفسها يا مين. السلام عليكم، ازيكم؟ أنا أنوار عطار، استشاري تركيبات وزراعة الأسنان، دكتوراه علاج التحفظي جامعة القاهرة، وماجستير زراعة الأسنان مونستر ألمانيا. حصلت على دبلومات وشهادات كتير جدا من ألمانيا والبرتغال وأمريكا، حضرت الأكبر الناس في كل العالم من الكورسات، دينيس ترناو، هنري موريس، حضرت بالو مالو، واشتغلت زيجوما، اشتغلت كل أنواع الجراحات، رحت حضرت كورسز مع باتريك تالاتشي، يعني أنا لفيت العالم كله عشان أتعلم مهنة زراعة الأسنان والسورسز بتاعتها. الحمد لله أنا بشتغل كل أنواع زراعات وجراحة الأسنان بقالي 20 سنة، وليا باع معقول جدا فيها، والحمد لله ده بشهادة أساتذتي وبشهادة زمايلي. نسيت الليزر، هي مع دبلومة ليزر من جيمو. ده الجزء الاولاني، اتمنى اللي ما يعرفنيش اعرفكم ان انا فعلا بحب مهنتي وبحب طب الاسنان بصفه عامه، وعلاقتي الحمد لله طيبه، واكثر علاقه طيبه دكتوره هنريكا ودكتوره ليد الديب.
وزمايلنا كلهم من جيل العواريس شويه. الجزء الثاني رساله موجهه للدكتور وليد الدين. اول شيء انا متاكد انك لا تشك لحظه صغيره جدا في حب ليك، ومن مقدار هذا الحب والتقدير ليك والدكتور ابي كان بوجه الخصوص، ربما كتير منكم ما يعرفش موقف معين حصل، انا كنت بتابع دايما مجهوداتكم الشديده لما دكتور وليد قابل المحامي العام لصالح اطباء الاسنان، ولما اتكلم في مواضيع النفايه وفي مواضيع التراخيص والانشطه اللي بيعملها داخل غرفه او داخل مقر النقابه، من تحفيظ قران، من توفير التطعيم الكورونا، انشطه كتير جدا وانا بعيد عن مصر مش مستفيد منها كتير. انا لسه راجع او ما رجعتش بصفه، راجع بصفه بشكل مؤقت يعني. ودكتور ايهاب كذلك موقفه اللي يشاد بيه مع دكتور مثلا اللي حصل في فودافون، مواقف كتير جدا. في عز هذه المواقف شاهدت والمني جدا 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 ايذاء بعض الاطباء ابنائي، لانهم كلهم صغيرين جدا، في اداء النقابه. وده الحقيقه رغم ان انا بعيد عن مصر ضايقني جدا، ونشرت بوست بشكر فيه دكتور ايهاب هيكل ودكتور وليد الدين، وعملت لهم منشن في البوست ده، وقوبلت باذى شديد جدا وتهكم وسخريه غير طبيعيه. والبوست ما زال موجود وممكن ابقى احطه لكم ترجعوا له. لم اشا ان انا الغي هذا البوست، لان اعتبرت ان شكر الله من شكر الناس من شكر الله، واعتبرت من كتر احساسي بالالم والايذاء ان انا لازم ارد عنهم. وكان من ضمن الايذاء اللي سمعته، انت قابض كام يا دكتور؟ بتطبل لهم وقابض كام وقابض كام وقابض كام؟ اللي عايز اقوله لكم ان في هذه الفتره انا مش بس مش قابض، انا كنت متعسر في تجديد اجازتي السنويه من وزاره الصحه اللي فاضل فيها سنه واقعد على المعاش، برغم استيفاء جميع الاوراق. كنت متعسر بذلك في الكويت، ولجأت بعد الله سبحانه وتعالى للدكتور وليد الدين، اتصلت بيه بالتليفون، وكانت اول مره اكلمه بالتليفون، وكان جميع اوراقي مستوفاه، وربما ما يكونش كان الموضوع في ايده، ولم استفد اي شيء. فانا مش بس مش قابض، انا ما حدش بيساعدني باي حاجه بعد رب العالمين، ولكن لا انكر فضل ربنا وفضل الناس دي على دكاتره الاسنان كلها. فكنت منتظر يا دكتور وليد الدين ان لما حد يطلع سواء عليا او على غيري يهين احد المهنه من المهنه، ان لا يهان في حضره صفحتك، في رحابه منزلك. ربما حضرتك قلت انك ما هنتش حد بنفسك، وانا اقدر ذلك فيك، ولا اتوقع ابدا ان انت يطلع من فمك لفظ يهين احد الاطباء، وبالذات لما يكون حد ده هو زميلك واخوك. ولكن سيادتك باركت هذه الاهانه على صفحتك وسقفت لها، معلش انا اسف. وكلمه الفنكوش في حد ذاتها انا كنت بعتبرها هنا على فكره، احنا اصحاب هذا الاعلان وليا جاستيفيكيشن عليه، هبقى اعذره. فيسبوك ليه جايد لاين في الاعلانات معروفه ومنشوره واي حد يقدر يدخل لها، ولما حد بيحط اعلان من الفيسبوك الجايد لا يوافق الجايد لاين، مارك زكربرج ما بيطلعش يقول شوفوا الفنكوش ده شكله ايه، بصوا المسخره بتاعت الراجل ده بيعمل ايه. بيطلع يقول باختصار شديد الاعلان ده تم حجبه لانه خالف البند الفلاني في الفقره الفلانيه. ده اللي انا متوقعه من شخص على راس مؤسسه مؤثره في المجتمع زي نقابه اطباء الاسنان في اسكندريه، نقابه محبوبه. كنت اتمنى ان يكون لينا جايد لاين كل العيادات عارفاه قبل ما ننشر، ولو انا خالفت هذه الجايد لاين الواضحه والمفهومه بالنسبه لي كنت اول الناس هقدم اعتذار بذلك. ولكن الحقيقه انا لا اعرف جايد لاين ولا توجه لي بطريق مباشر او غير مباشر يا دكتور الاعلان ده لا يليق. هل الموضوع تقييم شخصي يليق او لا يليق، ولا في شيء سوليد نقدر نرجع له؟ كل الكوميونتي بما فيها الاونلاين كوميونتي وفي اي مجال حاجات ليها جايد لاين نقدر نرجع لها بسهوله. هل عند سيادتك جايد لاين؟ وانا اول المعتذرين لو انا خالفت الجايد لاين دي. الحاجه الجزء الاخير من الفيديو، ايه هو الفنكوش؟ الفنكوش اللي هو البيزو سيرجي، وحاطط لكم لينك في تحت لتو ارتكلز. انا بتكلم يعني انا اتهمت في هذا الاعلان بان انا بقول فنكوش ليس له اساس من الصحه وان هو مش سريع اللي هو البيزو سيرجي، واتهمت بان انا عنتيل وبفكر وان انا ملك الجراحه وان انا عامل نفسه كذا
وده عويل وكان في تصفيقه لهذا الكلام للاسف ومباركه من سيادتك في الايل ان ده ان ده كذب وتضليل. فانا اتهمت بالفنكشه وبالكذب وبالتضليل وبان انا اهنت المهنه ورخصتها والاعلان ترخيص قوي. اول شيء في تو ارتكلز يتكلم عن بيزو ومقارنته بالسيرجيكال بير وتاثيره على البوست اوبرتيف سيكولي من بين وتريزمس وإديما وتاثيره على البون هيلينج وعلى السوفت تيشو هيلينج. ونقدر نقرا الارتكل ده ونعرف ايه هو البيزو سيرجي وهل انا ضللت الناس بان انا بقول ان البيزو سيرجي بيعمل الالم ولا لا. الجزء الثاني انا اتهمت بالتضليل في الوقت ان الامباكشن واتقال حاجه زي هل الخياطه محسوبه ولا لا؟ فقالوا لا المريض هيجي مفتوح من بره ويتخلع له الضرس ويتخيط بره. وانا مش بحاسب على الكلام يعني انا مش عارف اقول ايه. فالاثبات الوحيد البوستات انا لسه ملحقتش احط هذه البوستات اللايف ولكن الدكتور انوار حطتها لكذا فيديو لهوريزونتال انفكشن بالتستيموني بتاع المرضى بيخلص 10 دقائق وقل خمس في اربع دقائق وفي ثلاث دقائق. وانا عملت هذا الادعاء بعد تجربه سنتين تقريبا بحسب وقت التايم لان الارتكل الثاني اللي انا حطه بيحسب الريسك فاكتور للبوست اوبرتيف كومبليكيشن للويزدم توث كذا فاكتور من اهمها خبره الدكتور وسرعه الجراحه. فانا لما ادي وعد واكسر حاجز الخوف من المريض انا لا رخصت مهنه ولا بعت زرعه سويسريه مثلا ثمنها كل الناس بتعملها 10 15 الف وانا قلت لكم يا جماعه دي ب 500 ولا ب 1000 فانا ازيد بقيه الدكاتره ولا حطيت اعلان مبطن كتبت فيه رقم وتحت رقم تاني ولا ذكرت ارقام ولا ذكرت رخص في الموضوع. الفكره كلها اعطاء ثقه ان يا جماعه لو اتخلع في اكثر من 10 دقائق مش عايز منكم فلوس. وبالنسبه لكود الخصم زي كل العيادات اللي بتعمل فيه خصم هل هذا ينافي الجايد لاين بتاعت النقابه؟ يا ريت الدكتور وليد تعرفني بذلك. انا حبيت بس اوضح ده وما اريد الا الاصلاح على الله وعلى الله ربي توكلت اليه توكلت واليه وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب وما اريد الا الاصلاح وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب. ان كنت اخطات في الاعلان انا بتقبل نقدكم وبترحب شديد ودلوقتي هشيل فورا لو حد اقنعني بان انا فعلا غلط وبسيب المهنه ولو ما كنتش اخطات فانا ليه حق اعرب عنكم كله لان انا فعلا دكتور وليد بعتب عليك ولا يفسد ذلك للود قضيه ولكن انا زعلان من سيادتك جدا جدا جدا. تحب تضيف حاجه؟ شكرا شكرا منتظر ردكم وشكرا جزيلا. ويا جماعه لو انا غلطان سامحوني لاي حد حاسس ان انا اسالت في حاجه. شكرا جزيلا.